أنا صلاح الدين خلف كنعان من مواليد محافظة نينوى. سكننا أغلب محافظات العراق بالنسبة لعمل والدي. لي حب المطالعة والكتابة من طفولة، كانت أغلب الهدايا اللي تجيني عبارة عن كتب أو روايات مال أطفال. حبيت الكتابة من الطفولة، وكل الكتاب كتبته كان يروح بالمهملات. بداية الكتابة كانت رسائل صغيرة وإنشاء ما تتجاوز أكثر من هذا الجانب. حبيت أكتب رواية الأطفال وكتبتها وراحت بالطفولة، راحت في المدرسية أكثر، كلمات مدرسية. حب الكتابة يعني تولد بعد الثانوية، كتبت لبعض الأصدقاء يعني مقالات صغيرة وشي، وكنت أتمنى أن توصل للجرائد الرسمية. أول كتابة كانت 2004، كتبت قصص قصيرة راحت المجلات والجرائد العراقية وعربية. كان الكتابة يعني اعتبرها شيء صعب وغريب أن واحد إنسان يعني بدون تحصيل أكاديمي أنه يكتب. درست الجانب التقني فتركت جانب القراءة لفترة من الزمن، بعدين رجعت درست الاقتصاد وصار لي شغف بالتحليل الاقتصادي والسياسي. كتبت بعض المقالات عن طريق التواصل الاجتماعي والمدونات، وعندي مدونة خاصة بي. أول قصة كانت مكتوبة سنة 2010، عبارة عن رواية عن أصدقاء دخلوا الحياة من طفولتها وكملوها إلى الكلية وما رأت النور. بعد الأحداث الأخيرة راح عندي جهاز حاسبة محمول، راحت بي أكثر من 23 قصة قصيرة كان ممكن تكون كتابين. أول عمل نزل لي بعد 2015، حاولت أن يشوفون النقاد شي كتابتي، شافوه بعض الأصدقاء والأهل بدعم منهم، عجبتهم الأفكار اللي بي وأسلوب الكتابة والسرد اللي بي، شافوه أكثر من جهة، كان جهات يعني ما تبدي أي اهتمام بي، بعض الجهات شافته أرادت يعني مبالغ كبيرة لطباعته. فبعد 2015 شافته دار نشر مصرية وقرأوا منه 4 فصول، عجبتهم القصة وجاهدوا على أن يأخذوه، والتقينا أكثر من مرة بأكثر من معرض كتاب، وصار توقيع العقد لدار روافد بالقاهرة اللي طبعته. طبعاً كان مدير الدار إسلام عبد المعطي الدور الأكبر بالموضوع، اللي يعني حاول برغم بعد المسافة والأحداث اللي صارت أنه يتواصل أكثر بالتصحيح والمراجعة والكتابة. صدرت الرواية ونزلت في معرض بغداد الأخير في بغداد في 2020. مشاهدينا الكرام، نتابع نحن وإياكم قصة صلاح الدين الكاتب من محافظة نينوى، ويروي لنا تباعا هذه القصة كيف بدأ بكتابة روايته، إضافة إلى المجموعة المتنوعة من الكتب التي لاقت رواجا كبيرا وواضحا في هذه المحافظة. لنتابع ونكمل باقي هذه القصة. بعد الأحداث الأخيرة اللي واجهها العراق والحروب اللي صارت بالمنطقة، كنا احنا ومجموعة من الشباب نحاول يعني نخلص ونحاول نمنع أن تستمر الحروب لفترة أكثر بالعراق، فكان يعني حب الحياة الأهمية والتفاؤل أكثر من المشاكل اللي تصير بالبلد والدماء اللي تصير بالحروب الأخيرة. فكان الهدف أن نوثق هذه الأحداث اللي صارت، نمنع أن تتكرر. الأجيال الجديدة لازم تمنع يعني مساهمتها بالحروب اللي تصير بالمنطقة. فكان قصة حزينة لكنها تنهي القصص الحزينة السابقة، يعني دائما يذكرون العراق يذكروا بالحزن والضيم والمأساة، فلازم يجي يوم يعني تنسي هذا الشغلة وتنكر، يعني خلي يكون الشعب العراقي متفائل ويحب الحياة.
فكتبناها يعني انكتبت على انها مأساة، لكن يعني بها الجانب ينتهي، التراجيديا تنتهي بنهاية القصة اللي هي الوصول إلى الحياة من رحم الموت. وكانت الرواية اللي تقع فصول أكثر من 12 فصل، كان الرواية لها أكثر من اسم، طبعاً ترشحت لها أكثر من 4 أسماء بوقتها، ألم بألم وكتاب عن المأساة أو الحروب أو الناجين من الحروب. لكن أكو بيها أحد الشيوخ بالرواية يقول عن عبور الحدود اللي بين بين البلدان، بين سوريا والعراق وتركيا، اللي العالم اللي قامت يعني تتجاوز الحدود وتعبر بس من هدف النجاة والحصول على الحياة. فكان خط نقطة اللي هو يشير إلى رمز الحدود بالجغرافيا العالمية، اللي هي يكون الرمز مالها خط ونقطة. فكانت يعني تجاوز الحدود يعتبر شيء جغرافي، انهمل على أهمية أن الحياة تمنع الجغرافيا. الموضوع الرواية كان مجموعة عوائل تحاول توصل إلى تنجو من الحروب وتبحث عن الحياة. اللي استوقفني بالرواية حب العراقيين للحياة. يعني قبل ما أغادر العراق كانت عندي نظرة سوداوية للمجتمع، أن المجتمع مجتمع يعشق الموت، يعشق العنف، يعشق الجهل. لكن بعد أن شفت الناس شلون تحب الحياة وتتشبث بها ويمشون آلاف الأميال من أجل أن يوصلون للحياة ويشوفون أن يتمسكون بهذا الجانب، غيرت نظرتي وقلت لازم أكتب شيء أغير نظرة العالم عن هذا الشعب، وخلي اللي عنده أي أفكار سوداوية بهذا الجانب يشوف الجانب المضيء والمشرق من الفكرة. فكانت خط نقطة رغم سوداويتها ومأساويتها، لكنها ركزت على حب الحياة وكيف الإنسان يغير واقعه المأساوي والمرير إلى واقع مفرح مبهج.